السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر شهاب وشرح منهج بريب 1. درس النهاردة هيتكلم عن Solving Equations، حل المعادلات. الدرس ده هيكون ليه جزء تاني، انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب علشان اول ما ينزل الدرس الجديد يجيلك اشعار. يلا نبدأ مع بعض شرح درس النهاردة. درس الإكويشنز خدناه في جريد 5 وجريد 6. دروس جريد 6 مهمين جدا، هيساعدك بطريقة كبيرة انت تفهم الدرس ده بطريقة بسيطة. فقبل ما نسمع فيديو النهاردة نرجع لفيديوهات سنة 6، هحطها لكم تحت في الكومنتس وفي الديسكريبشن، نسمعها كويس علشان هتسهل لي فهم الدرس ده. تعال نفتكر مع بعض يعني ايه equation. الequation دي it's a mathematical sentence، عبارة عن جملة رياضية. which contains one unknown، اللي فيها عبارة عن رمز او متغير variable، one او اكتر من one. and the equality relation equal، عبارة عن جمل رياضية فيها متغير x او two variables x او y، وفيها برضو علامة equal. دولت كده بنسميهم equation. الديجري بتاعت الequation it's determined by the highest power of unknown، عبارة عن اعلى power للرمز في الequation. زي المثال دي، هنا ال x power 1 يبقى دي first degree، هنا ال x power 2 يبقى second degree، هنا عند ال y power 3 وال x power 2 هنا قال لي highest، اخد الاعلى third degree. هنا باور 3 وباور 4، أعلى حاجة باور 4 تبقى 4 degree. يبقى الإكويشن عبارة عن جملة رياضية فيها unknown أو symbol و equal. الدجري بتاعها بناخد أعلى باور للسيمبل اللي عندي. solving equation يعني إيه بقى تحل الإكويشن؟ ده عبارة عن ان انا اجيب الفاليو او الفاليوز بتاع الانون، بجيب قيم x او y او اي رمز موجود في الاكويشن من السبستيتيوتنج ست. يعني ايه سبستيتيوتنج ست؟ هي المجموعة اللي باخد منها القيم المحتملة للرمز ده. it's the set that contains the probable values of unknown، هي المجموعة اللي فيها القيم المحتملة للأنون اللي عندي. اخر حاجة solution set، دي المجموعة اللي بيبقى فيها solving، فيها الحل. it's the set whose elements satisfy the equation or inequality and its subset from substitution set، عبارة عن المجموعة اللي فيها عناصر الحل وبتبقى جزء من substituting set. يلا نبدأ مع بعض حل الإكويشنز. حل الإكويشن الهدف إن أنا أجيب قيمة السيمبل ده، فأنا عايز السيمبل ده يكون لوحدي، فأي حاجة جنبيه بتخلص منها إن أنا أعمل عكسه. هنا عندي إشارتين نيجاتيف ونيجاتيف، هلغيه وأحط مكانهم البوزيتيف، يبقى المسألة بتاعتي m plus 3 equals 1. انا عندي الام جنبيها بلس 3، يبقى هنعمل ماينس 3 في الطرفين، يبقى ام بلس 3 ماينس 3 ايكوالز 1 ماينس 3، تبقى ام 3 ماينس 3 0، خلاص مش هتكتب. 1 ماينس 3 ايكوال نيجاتيف 2، يبقى ام ايكوال نيجاتيف 2. لما اطلع الحل هبدا اشوف سبستيتيوشن ست، مجموعه التعويض، المجموعة اللي باخد منها الأعداد بتاعتي.
واشوف النيجاتيف 2 هل بيلونج للزد ولا لا. طبعا نيجاتيف 2 موجوده في زد، يبقى كده وصلنا لاخر مرحله السوليوشن سيت نيجاتيف 2. المساله اللي بعديها 5x equal 20. 5x يعني 5 times x، انا عايز x لوحديها، يبقى نعمل الانفيرس اوبريشن، العمليه العكسيه اللي هي divided 5، بس لازم يكونوا في الطرفين. 5 هتروح مع 5 تفضل لي x، 20 divided 5 equals 4، وال 4 موجوده في الكيو يبقى بي لونج كيو، سوليوشن سيت equals 4. هنا عندي 2 operations times و minus، مين اللي تعمل الاول؟ احنا خدنا ترتيب الاولويات للعمليات الحسابيه اللي هي اقواس، باورز، تايمز وديفايدد، بلس وماينس. في الايكويشن بعمل عكس الكلام ده، يعني لو في مساله عاديه بنعمل اخر حاجه البلس والماينس، في الايكويشن اول حاجه واتخلص منها البلس والماينس. يعني عندي 3x minus 13 اللي اتخلص منه minus 13 واسيب ال 3x، بعملها بلس 13، 26 بلس 13، هنا تفضل لي 3x وهنا 39. بعد كده نعمل divided 3 هتبقى x equals 13، وال 13 موجودة في n تبقى belong to n، يبقى solution set equals 13. شوية مثال تانيين، هنا 5 over 6x minus 4 equal 11، عندي times وعندي minus، اللي هتخلص منه الأول الماينس. 5 over 6x minus 4 plus 4 equals 11 plus 4، يبقى 5 over 6x دولت بقوا 0، 11 plus 4 50. هنا جنب الاكس معمولة times 5 over 6، لما يكون عندي fraction جنب الاكس بنعمل times في الريسيبروكال، في الانفيرس، في المعكوس بتاعه، times 6 over 5. هنا دول اختاروا مع بعض فضل لي x، وهنا 15 times 6 divided 5 equals 18، وده موجود في ال Q، يبقى solution set equals 18. هنا في المسألة دي هبدأ طالما فيها أقواس أبدأ أبسط الأقواس الأول، نعمل 2 times go 2x minus 6، بعمل 2 times x و 2 times negative 3 equals 4. بقت مسألة من المسائل العادية، هنبدأ نعمل plus 6، يبقى 2x minus 6 plus 6 equals 4 plus 6، يبقى 2x equals 10. 2x يبقى نعمل divided 2 into sides في الطرفين، تبقى x equals 5، وطبعا موجودة in Q، يبقى solution set equals 5. هنا عند قوسين لازم نتبسطه الأول، يعني هعمل 7 times اللي جوه، يبقى 7x negative 14، وهنا هضرب ده جوه negative 3 times x negative 3x negative 3 times 1 negative 3. لازم نضرب العدد بإشارته، وفي بعض المسائل ممكن يجي إشارة بس بالمنظر ده، يبقى ده أكنها نيجاتيف 1 وأضربها جوه الكوز، تبقى نيجاتيف 4x نيجاتيف 6، يبقى لازم نضرب العدد بإشارته. بعد كده نعمل simplify 7x plus نيجاتيف 3x يطلع لي 4x نيجاتيف 14 ونيجاتيف 3 نيجاتيف 17 equals 3، هنعمل plus 17 في الطرفين، يبقى 4x minus 17 plus 17 equals 3 plus 17، يبقى 4x equals 20 divided 4، يبقى ال x equals 5 belong to Q، يبقى solution set equals 5. زي ما انتم شايفين
بمنتهى البساطة زي ما خدنا في Grade 6، نفس التفاصيل بالظبط. فعلشان كده مهم ان انت تسمع الفيديو بتاع Grade 6، الشرح وافي وبسيط وبالتفصيل اكتر من شرح الدرس. الاختلاف البسيط ان عندي اقواس ببدأ افكها وابسطها الاول. تعال نشوف بقى الاختلاف التاني، ان انا عندي الاكس موجودة في الطرفين، بنعمل ايه؟ بنودي الاكس في طرف، نخلي الاكس والاكس مع بعض، ونخلي العدد والعدد مع بعض. هنا الفايف اكس، التو اكس هتتغير مكانها فهتتغير اشارتها، هنا بوزيتيف تروح للمكان التاني تبقى نيجاتيف. تو اكس انا عندي هنا 11، النيجاتيف 4 تروح بإشارة مخالفة تبقى بوزيتيف 4. وركز هنا ال 11 ما تغيرش مكانها فما تتغيرش الإشارة، 5X ما تغيرتش مكانها فما تتغيرش الإشارة بتاعتها، اللي بيتغير اللي بيغير مكان. نبدأ نبسط 5X minus 2X 3X 11 plus 4 15، نعمل divide 3 3x divided 3 equals 15 divided 3، تبقى ال x equals 5 belong to q، يبقى solution set 5، وده حل المسألة. هنا بنفس الطريقة 3x وال negative 5x تروح الناحية التانية positive 5x، وهنا 30 ويجيلها 6 ب negative 6. نبسط 3 plus 5 8، 30 minus 6 24 divided 8، يبقى ال x equals 3، وده belong ال q، يبقى solution set بتاعتي 3. هنا عندي اقواس نبدأ نبسطها، الاول يبقى 4x plus 4 2x minus 2، ودي x الناحية التانية يبقى 4x minus 2x negative 2 minus 4، يبقى 4 minus 2 2x الناحية التانية negative 6 divided 2، يبقى ال x equals negative 3 belong لل q، يبقى solution set negative 3. هنا عندي أقواس أبدأ أوسطها، الأول هضرب ال 2 في القوس وأضرب ال نيجاتيف 1 في القوس، ونضرب ال 4 نبسط 2x minus x طلع لي x، 6 plus 2 8، 4x تنزل negative 4 plus 3 negative 1، أود x مع x x minus 4x، وهنا negative 1 minus 8. لاحظ ان انا بغير الاشارة، العدد اللي بيتغير مكان، يبقى هنا negative 3x من negative 9. اللي جنب x negative 3 لازم أن يكون positive، فاعمل divided negative 3، يبقى x equals 3 belong to q، يبقى solution set equals 3. ولو عايز تتأكد من حلك ممكن اخد القيمة اللي طلعت وابدأ اعوض بيها. يعني مثلا في المسألة دي الحل طلع ب 5، يبقى 5 minus 3 2، 2 times 2 4، وهكذا مع اي مسألة حليناها. هنا الناتج طلع 4، 5 times 4 equal 20. هنا الناتج طلع 13، لو حطيت 3 times 13 minus 13 يطلع لي 27. وكده خلصنا الجزء الأول من شرح الدرس. بأكد مرة أخيرة، عايز تتمكن من الدرس ده وفر وقت لفيديوهات 6 ابتدائي، مش هتخسر بل هيضيف لك كتير. منتظر رأيكم في شرح الدرس واستفساراتكم، وإلى اللقاء.
مع درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.